دابا حتى ما دايره نظر وكتشوفي انت شكون كتقمري غافي ما جات دقه تصخي شي بها السيده مسكينه طيري لها شي خاله ولا شي حاجه الو اليوم جينا شكون حنا جيت انا المهم انا جيت باش نشوف الطبيبه دابا طول كنا غنديروا البيلينغ ولكن دابا صدقنا غنديروا اللازير للتقيبات والليطاش اصلا شدني الخلع غندير هذا اللازير دابا حق الله شدني الخلع دكتوره شحال بوكوسه نشطو هاد النهار بوكوسه ولكن كيد يدون انا فين مزيان ياك الغد ليه شوفي شنو كاين تبعنا شمن غنطلع عصا السحريه سيمانه ديال التقشار وديال ادوز الدم ادوز الدم شويه قبيلي شويه سي بوسيبل المهم صافي نصحي وجهي خيرين ان شاء الله بيه المهم راه غفلاتني دابا كدير لي الانستيزي شحال كتبقى الانستيزي صافي من بعد نرد وجهي كما كان كيفاش زعما من بعد نبدا نحسب وجهي دابا ما بقاش نحسب والو دابا غتنقص واحد شويه ما غنعش ما فهمتش صافي ما نعرفو كلشي سمحي لنا دكتوره حنا ماشي نفهمو الفيز دابا اي واحد غادي يدير لازير خصو يدير هذا يمكن يكون خويف بحالك بصح كاين اللي كيديرو سونز انستيزي بصح بروبليم وي وي لا انستيزي وي كاش مشكل ريحتو ما بيهاش صراحة اوكي دكتور شنو نديرو دابا؟ بريليفمون وي بور لا بي ار بي وي افون دو كومونسي لو لازر دونك نديرو على لا فان دو لازر ان شاء الله دونك ندير لازر من عند البي ار بي بي ار بي انا نقول كيفاش اوكي نوريكم كيفاش كنت تشي ديال الغره صراحه اي بغيت برنجلي فمي كنحس فمي صافي خدينا داكشي شو التسيا انا سي لا سيتريك لو اسيتيك كي فورتمون سي تو فو لي بين كون افي في او ديبي سيتي دو سيتي لا ميم ماتيير مي كي ايتي افيك ان دوزاج موان امبورطون لا سي تري تري امبورطون باسكو اون فوا لا ميتر كوم سا ا لانتيريور ديال لي سيكاتريس كي سون بيك دو غلاس لي هكا تقيبات محفرين كوم سا كيوصل لاسيد لداخل يكري اون انفلاماسيون اي سا بيرمي دو تشدو تشدو فوالا دونك سا سا ايد ان بيتي بو المهم ملخص هاد العباده اللي كديري دابا بالهضره ديالنا نصحها ليكم كتدخل حتى راه عندك في وجهك هذاك لاسيد كيدخل داخل وكيكري بحال واحد التهاب داخلي التهاب كيتشد كيشد فوالا هذاك التهاب كيشد هذيك الحفاره كتجمع صافي اخو تندم دم دم على خوفه انا مارس اتفرج في فيلم 3 دي في السينما كانت خدي بغيتك ترشلي بزاف اللازر اش نغسل اللادوز واه شي خفيف عاملين بحال اختك الله يحفظك حتى الله فينا الله يسهل عليك شكرا دكتور الله يسهل الله يرحم الوالدين ظريف الطبيب لا عمر هذا عرفت الله يخليها صافي ريش خاصك قضية حامضة
ناري ريحه الحراق نورمال كنت كنشوف هكا صافي صافي مزيان هادي خبر زوين دابا تتهلا دايره نظر كتشوفي انت شكون اللي كتقمري غافي ما جات الدقه تصقي شي فيها السيده مسكينه طيري لها شي خاله ولا شي حاجه لا والله ما كيقصح بزاف والله ما تخافوش والله زاد زوينه والله الا بصح لا دابا دابا كسرتي بحال كسرتي شويه كسرتي بزاف هذوك الصور ديري معاك هذيك بوحدها دابا انا قسمي العكس دابا شوفي العكس شوفي لاكو باسكو كوم تي شوف انا ان افي دو تايتني او ميم طون اون ريدوي لانفلاماسيون بار لا سويت اي كاتريس شنو شديري تولي غير رويصه دابا دابا زعما واحد غنديرو دابا صافي غير المره شحال من ايطاب عندك في لازير ايطاب ولا السيرم لا اليوم اليوم كنت بغا الاول سي جوست لي ستيميلاسيون دو لا كولاجينيز سي با دو كو لا بلاتيك باقا واحد اخرى باقي جوج اخرين كبار كبار هادشي عندنا ديزا في سكوندوغ على 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 ياس على الحياة ديالك المستقبلية أنا زعما على جو سي با مو سا سي ان بروسيسوس اون ميم طون دو راجونيسمون اي اون ميم طون والله هادي زوينة يعني هادشي كيسخر لا دونك تاكيت با اوكي شي كنقصني كنبغي نفير سا جوست بوغ بوغ لو راجونيسمون مي با بوغ لي سيكاتريس والله دونك الدربي عصفورين بحجر واحد هذا كيفاش داير هذا فيه بوجور ايتا سي لو سول لي فيه اون ميم طون cicatriciel en même temps rajeunissement. Mmh. Donc, vous avez les différentes étapes. D'accord. Oui. Là, si tu te prenais plus tard, non? Par contre, c'est moqué. Là, on a passé la première étape, c'était un contenu superficiel, un laser contenu ablatif superficiel, pour faire un petit peeling et pour un petit peu viser les cicatrices superficielles. Là, on va passer au fractionné. Le fractionné, il va viser ce qui est un petit peu plus profond. Voilà. Et ça va être la dernière étape. Un article. Avant la PFP. Tu veux faire un dernier film ? Non, non. Non, ça. Merci, mais sauf que la chouïa, t'as pas, t'as pas. الله 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 بقينا وجه كامل فهادشي لا غير بلاصه صافي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر de tâches. Chat chat. Assalamu alaikum. Le laser fractionné qu'on a fait en dernier, il crée des micro-puits dans la peau
دونك ملي كنديرو حنا هاد لا بي اختي كتدخل في ديك لي ميكرو بحال درتي بلا انجكسيون. دابا هذا الدم ديالي، هذا الدم ديالك، هذا الدم ديالي البلازما، شفت الدم ديالي صفر. داكشي خرج ليا هذوك الطوايع ديال الدم، شتو دابا عيطت للطبيبه قالت ليا مسحي غير بالماء، انا كندير غير بالماء كنمسحي شويه انا مسح نوريك وجهي كيولي هو داك الدم تخاف وما يقول. صباح الخير، ها وجهي كيفاش صباح ومن دابا داير لك خيام وداكشي الحمد لله احسن من البارح. كنظن نهار على نهار وجهي غيتحسن. المهم نخليكم مع غدا. هكا كنت كنخرج اليوم الاول والثاني والثالث بحال هكا مغلفه وبلي كرومب كلشي حيت ما كانتش خاصها تضربني نهائيا الشمس، هادشي علاش كنت بحال هكا كندير لكم وحده العلامه على كلشي مزيان. دابا درت واحد ستوري في انستغرام، بزاف كيكتبوا لي ميساج كيقولوا لي ناري وجهك ولا كيخلع وجهك ولا كيخلع، ولكن راه هو لازير راه كلشي كيدوز من هاد المرحله هذه عادي جدا. شوفوا ما نقدرش نكذب عليكم ونقول لكم ما كيضركش خاطرك تشوف وجهك بحال هكا، ولكن كتقولي هادشي بوغ لا بون كوز، يعني درتي هادشي ما كانش مبنات وجهك يتقاد ولا هادي. المهم نتوما غادي معايا، انا كنصور لكم نهار بنهارو ونتمنى ان شاء الله النتيجه تكون زوينه، وغنحط لكم ان شاء الله الفيديو كامل تشوفوا من الاول حتى الاخر، غيكون طويل ولكن تصبروا عليه. انا دابا بالليل درت جوج ديال لي كريم، درت هذه عطاتني الطبيبه هاد لا كريم هذه المهم كدير هذه النهار كامل كل شويه كنديرها في الدار بيان سور كنديرها، ومن بعد كندير لي كرون لي كرون لي كرون لي كرون. وهذه شفتها اليوم قالت لي الطبيبه خديها ها هي باش نقاد لكم الكاميرا، شوفوا كتبان لكم يا لو 7 يا لو 7 هادي درتها هي الاولى، وهادي درت فوق منها هادي قالت لي دير كوش غليظه باش ملي يدخل لك مزيان عاد ندير لك كريم وحده اخرى غنوريها لكم. حاجه اخرى بغيت نقول، وجهي بدا كيتقشر من هنايا، بدا كيتقشر عليا لي شي حاجه زري زوينه. رجعت لكم كنت ندير لكم زعما غير لا كريم كورتيكويد اللي كندير هادي ولكن هذيك لا كريم اللي درت قبيله فوق منها الاخرى بس كتنشف، وشوفوا ديك كيطير ليا الجلده، شتي هاد الجلده هادي، هاد البودي راه غير لا كريم باقا كتشرب. واه لا بوني شحال زوينه، شو كتقشر شوفوا كلها كتقشر، شوفوا شوفوا شو هنا دابا رجع لي وجهي هنايا، شو راه وجهي دابا هنا باقا الحروق، شوفوا شوفوا شفتو جلدك كطير، ها قالت لي الا كتجي جلد لاصقه بحال هكا وهادو الشنو اللي دابا كاع اللي قهويين هما اللي لاصقين، قالت لي ما نجرهاش حتى كيتحيدو بوحدهم. بعد ما دخلت لا كريم شوفوا غيبان لكم بلايص اللي فاتحين
هي جلده ديالي ودوك هما اللي كيطيروا دابا كيتحرقوا، دوك اللي قهويين هما اللي هما اللي محروقين وكيتحيدوا. السلام عليكم، اليوم نهار الثالث بدا كيتقشر، كله بدا كيتقشر. درت لك خيم درت البارح، الحموريه كيكرام خليكم مع غدا ان شاء الله الا بقينا على خير. اخواني الكرام، اخواني الكرام، جيت لكم حيت درت لك خيم اختي كوبي دي كندير موراها، دابا دي يومين باش كنستعملها. فراسكم تقريبا تقشر كله مشى، الا شفتوا هاد الحموريه هادي بقات غير الحموريه. وقالت لي الطبيبه الا لاحظتوا الا كنتو لاحظتوا في الاول الفيديو، الطبيبه كانت قالت بان عادي تبقى الحموريه من بعد تقشر، اذا شي حاجه اللي عاديه. شفتوا هاد الحموريه كامله كاينه، يعني تقريبا كلشي شي هاد الشيء هادي اولي باقي، شوف باقي هادي باقي هادي باقي شويه. صباح الخير، كي دايرين؟ شوفوا انا فرحانه اليوم، شوفوا وجهي هاد باقي الحموريه هادي باقا واحد الجليده مازال ما طهرتش هنايا، كنحسب وجهي منور خب بهاد الحموريه وديجا كيبان لي انا الفرق. شوفوا تقولوا لي نتوما في لي كومونتير كيفاش جاكم، ونتلاقاو غدا ان شاء الله. اليوم نهار الخامس بعد ما درت اللازير، هانتوما كتشوفوا وجهي باقي كيتقشر، الحموريه اللي كانت فيا البارح مازال كتعاود تقشر. شوفوا كنحس بوجهي بحال شويه ناشف على اللي كان، ولكن راه كتشوفوا انه بالكم يمكن غيكون بالكم التغيير ياك في نهار الخامس. الا قري شفتوها الا شفتوا الفيديو تال دابا كتبوا لي في الكومونتيرات اش شفنا التغيير وشنو بان لكم. انا بعدا بيرسونيل انا فرحانه بزاف، كنشوف وجهي منور، شوفوا ما داير لا ماكياج حتى شي حاجه، ولكن غير هو باقي كيتقشر. شوف باقي كيتقشر، الحموريه باقا، ولكن كنظن بانه عادي. قالت لي الطبيبه بدايه من اليوم السابع سيمانه واكثر عاد كيبدا يبان المفعول بشويه بشويه. دونك هاد في هذه اللحظه الحمد لله ديجا فرحانه بزاف بهذا الشيء اللي كنشوف. صراحه انا وجهي عشان كانت بدا بحال كيزراق ولا بحال فهمتي ولا وجهك مشرق سبحان الله العظيم. المهم نشوفوا ان شاء الله كيفاش غيولي حتى لاخر نهار ان شاء الله باذن الله حتى لدوز السيمانه بالضبط باش نقدر ننزل لكم فيديو. وانا فرحانه باغا نبارطاجي معكم هذا الشيء وحق الله. يلاه يخطيكم، شكرا 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 لكم بزاف والله يفرحكم. صباح الخير، اليوم داز سيمانه بعد ما مشيت عند الطبيبه. اليوم شنو اليوم؟ الاربعاء. مشيت عندها بحال اليوم، يعني داز 8 ايام ولا سيمانه. كتشوفوا وجهي ما كاينش لا والو، مكياج لا والو، باقي شويه الحموريه، الحبوبه ديال الكتكوت الفنه عاد بانت، ولكن وجهي في تحسن ياكو. صباح الخير، كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان. اليوم كنظن على النتيجه ولات باينه بزاف، ما دايرهاش فون دو تان. هانتوما هذا وجهي طبيعي، هادي دانت ليا شحال هادي، المهم ما قصتهاش. وجهي نتوما اش كتشوفوا؟ طبيعي ياكو، دايره الغوج ليف و دايره ريسيل ايلانير، مي وجهي ما قيصاش، مي وجهي ما قيصاش. الكاميرا ما كتبينش مزيان، ولكن كاين تغيير كبير في لابو ديالي. كنظن انكم كتشوفوا دابا، عرفتي انا بلا فوندو تا ولا بلا اكخون تانتي امبوسيبل يبان لكم، كان يبان لكم وجهي بحال هكا، كان يبان لكم هكا، كان كيبان هكا بليكخون تانتي، كان كيبان بحال هكا، فهمتوني شنو نقول؟ هادي راه اميليوراسيون كبيره بزاف. شنقول لكم انا؟ كنقول اللي بغى يدير هادي يزعم، اللي بغى يدير هاد الشيء اللي درت انا يزعم ما يفكرش، حيتاش فريمون تستاهل. انا كنقولها لكم فريمون تستاهل، فريمون تستاهل، فريمون تستاهل. خصكم غير تعزوا الطبيب يكون مزيان وعطيو وجهكم للاطباء، تعطيو وجه اي واحد. انا نطلع لكم هنا الشمس باش تشوفوا، هانتوما شوفوا وجهي بلا فوندو تان بلا اكخون بلا حتى شي حاجه. لا ليكخو كاين ولكن ماشي تانتي، ليكخو عادي. هانتوما وجهي كاين تغيير ياك، وانا دابا راني ضرب فيه غير الضو ديال الله. سميتو انا كنظن كاين تغيير انا وبزاف، تغيير كبير صراحة. عمرك وجهي غيبان لكم بحال هكا كون ولا ما دايره والو، مستحيل يبان لكم بحال هكا. السلام عليكم، كي دايرين؟ اليوم 10 شهر جوج 2022. هانتوما كتشوفوا وجهي مورا سيمانه ونص ولا جوج سيمانات من مور تريتمون، ما بقاش الحموريه، دابا دايره غير ليكخون، دايره واحد شويه الكونسيلير هنايا على لسان ولا داكشي، ما دايره والو فوق عينيا حتى شي حاجه، وجهي فيه غير ليكخون. هانتوما كتشوفوا وجهي
وكنعقن هذاك الحبوب اللي كان عندي هنايا ملي كنت عند الطبيبه. الا رجعتوا الاول الفيديو غيبان لكم، شوفوا شوفوا، وهاد الجهه عندي كتواكل عسل اكثر من هاد الجهه. شوفوا كنتسنى فريمون نقرا لكم الكومونتيرات ديالكم، وكنتسنى هاد الفيديو يعجبكم يا رب. ونخلي لكم السميه ديال الطبيبه هنايا لتحت، دخلوا عندها كانت عندكم اسئله ونشوفوا. والله يسهل الجميع، والله يخطيكم، وشكرا.